إلى الحديث عن الجامعة وما تشهده من أحداث. امبارح زي ما تابعنا مع حضراتكم بدأ اليوم الدراسي بداية هادئة. كان لنا لقاء هنا في البرنامج، انفردنا بلقاء بمديري شركة فالكون، تحدثوا بثقة شديدة عن قدرتهم على تأمين الجامعة، ثم ما حدث اليوم من مشاهد عنف اجتاحت الجامعات في وقت يبدو متزامنا، وتحطيم البوابات والأجهزة الخاصة بالكشف عن المعادن وغيرها، يعني ربما فاجأت الكثيرين وربما توقعها البعض. فهل توقعها مسؤول فالكون وازاي تعاملوا معها؟ معايا على الهاتف الست اللواء محمد الشنهابي العضو المنتدب لشركة فالكون. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. سيادة اللواء، امبارح كان مدير الشركة معانا على الهواء وابدى ثقة شديدة جدا في قدرتكم على التأمين، هل نقدر نقول ان كده شركة فالكون سقطت في اول اختبار النهاردة باقتحام الجامعة بهذه الجامعات بهذه الطريقة بشكل متزامن؟ لا بالعكس، كده ثبتت انها نجحت، لان حضرتك احنا مهمتنا زي ما قال لحضرتك ان احنا مسؤولين عن تأمين المنافذ وتأمين البوابات وسماح الدخول بس اللي لهم حق الدخول للجامعة، وان هو ندخلهم غير اي حاجة ممنوعة. انا بس عايز اشير لحضرتك وللسادة المشاهدين اللقطات التي نعرضها الان نقلا عن صفحات حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية لجماعة الإخوان التي احتفت بشكل بالغ بما حدث وتحدثت عن سقوط أسطورة فالكون كما أطلقت عليها. هي طبعا بتحتفي وبتمجد في ما قام به الطلاب من اقتحام وتحطيم للبوابات. اتفضل حضرتك. يعني حضرتك متخيلة أن الطلاب هم اللي يقوموا بالاقتحام؟ الطلاب اللي هم داخلين الجامعة كان بالعكس كانوا متعاونين وعلى قد المسؤولية وسمحوا بالتفتيش على أساس إن هم ما يسمحوش بأي مادة تخش. إنما اللي قام بدي مجموعة قليلة اتجمعت وكسروا البوابات بتاعة الجامعة ودخلوا على أساس إن حطموا المعدات الإلكترونية اللي هي بتفتش، اللي هي بتكشف إيه اللي ممكن يكونوا هم مدخلينه. بحضرتك إنما اللي حصل كله كان العملية منتظمة لغاية الساعة 11 قلة قليلة اللي هم اتجمعوا زي ما بقول لحضرتك، كسروا البوابات وهجموا على المعدات الإلكترونية وكسروها في الأزهر، جامعة الأزهر وجامعة القاهرة فقط. كان يعني ثلاث بوابات وكان ممكن إن رجالتي تشتبك معاهم، إنما لأن هم برضه طلبة وإحنا منبهين على ضبط النفس وإن هم ما يشتبكوش، فبالتالي سابوهم حطموا المعدة بدل ما يحصل تداخل ويحصل إن هم يهاجموهم، وبالتالي ممكن إن يبقى فيه خسائر في الأرواح أو إن حد يتعور، وده اللي يهمنا في المقام الأول. يعني زي ما أشرت لحضرتك قبل قليل، صفحات الإخوان كانت بتحتفي بما أطلقت عليه نهاية أسطورة فالكون. كان في تداول لمعاني مفادها إن رجالة فالكون هربوا من وش الطلبة، وتم تداول كمان صور لبعض قطع الملابس زعم أصحابها إن هم هربوا، ويعني إن هم قدروا حتى ياخدوا منهم هدومهم، عرضوا صور بنطلونات من الصحة. أنا كنت بنفسي موجود النهاردة في جامعة القاهرة، ما حصلش أي حاجة من دي، والأفراد كاملة والأفراد ثابتة في مكانها، أنا اللي منعتهم من الاحتكاك والاشتراك بالأيدي معاهم ويسيبوهم يبقوا معدات مش مشكلة، واللي حصلت عند بوابة واحدة بس اللي هي بوابة المترو. ده في جامعة القاهرة كله موجود في مهامه وكله موجود بيأدي المهمة بتاعته لغاية دلوقتي. أنا كنت موجود طول اليوم في جامعة القاهرة، إنما هم لهم جرد إن هم بيشككوا في مصداقية الشركة، لأن هم مش عايزين إن عملية التأمين تتم عشان يبوظوا العام الدراسي زي العام الماضي. طب البعض شايف إن جميل، البعض شايف إن يعني طريقة التعامل مع الشركة والتسويق ليها والبحث عن شركة خاصة ممكن تكون هي اللي استفزت بعض قطاعات الطلبة اللي ممكن حتى ما يكونوش تابعين لجماعة الإخوان ودفعتهم لتحدي الوجود الأمني بهذه الطريقة. لا لا بالعكس، احنا هنا موجودين لمصلحتهم، احنا عشان نحافظ عليهم ونمنع دخول اي ممنوعات. ولو حضرتك تلاحظ ان في ممنوعات كتير احنا ضبطناها، ودي طبعا ما كانش بتروق للبعض، انما مين اللي دايما بيحارب القانون وبيحارب الحاجه الصح؟ اللي هو بيخالف القانون. انما لو كله بيتبع الاسلوب الصح، كله بيخضع للتفتيش على اساس ان هو يثبت ان هو طالب جاي لتلقي العلم بس مش لاي حاجه تانية، يعني ايه رضا حضرتك ان احنا نلاقي مطاوي ونلاقي خناجر ونلاقي سنج، كل دي كشفتها المعدات الالكترونيه.
كانوا هم مجهزين لها امبارح بالليل الساعه 1 رموا شنط فيها شماريخ وفيها سكاكين من سور جامعه الازهر واحنا اكتشفناها. فبالتالي ده بيحبط اللي هو العمل الاجرامي اللي هم عايزين يعملوه، فبالتالي بيحاولوا ان يحرقوها او يسوقوا سمعتها. جميل. انما احنا مستمرين في مهمتنا وافرادنا موجوده بتقدم مهمتها كما ينبغي وموجودين في جميع الجامعات، وزي ما قلت لحضرتك انا بعتبرها ان ده يعني شهاده نجاح للشركه ان بتتحارب على الاداء المهم اللي هي بتاديها. انا برضو عايز اعرف من حضرتك حجم الخسائر وايه اللي حصل في جامعه الازهر. حضرتك خليك معايا على الهاتف الناحيه الثانيه دكتور محمود كوبيش عميد كليه الحقوق بجامعه القاهره. دكتور اهلا بيك. اهلا وسهلا فندم، بس انا العميد السابق لكليه العميد السابق يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور محمود. انا عايز اعرف من حضرتك الاول، هل حضرتك كنت موجود في الجامعه النهارده؟ لا يا فندم ما كنتش موجود. طب تابعت اكيد اللي حصل النهارده في الجامعه، هل حضرتك عندك تفاصيل يعني؟ اتفضل يا فندم. انا تابعته طبعا عبر الاعلام وعبر اتصالي بزملائي في الجامعه. المعلومات طبعا اتفضل. طبعا يعني انا بامانه مع احترامي الكامل لشركه فالكون اللي هي لها مهام محدده في الشركات الخاصه او في الفنادق او في الاماكن الخاصه، لكن انا كنت ولا زلت لا احبذ اطلاقا انه يتولى الامن. هذه مهمه خطيره في مرحله من اخطر المراحل التي تمر بها مصر، يتولاها جهه خاصه. يعني هذا الامر حتى يتنافى مع الوضع الدستوري والوضع القانوني في الدوله بامانه شديده. يعني هيك شايف ان الاستعانه بشركه فالكون غير دستوري وغير قانوني؟ لا يعني ما مش ملائم بالسؤال، يعني عشان اكون يعني محدد اكثر، ليس ملائما لا من ناحيه الدوله ذاتها، يعني كيان الدوله ذاتها او قيمه و يعني هيبه جهاز الشرطه ووزاره الداخليه اللي هي الجهه الرسميه المخوله قانونا ودستوريا تولي هذه المهمه. انا معايا على الناحيه الثانيه دكتور، معايا على الناحيه الثانيه العضو المنتدب لشركه فالكون، وهو بيقول ان هم النهارده اثبتوا جدارتهم ونجاحهم في التصدي لما حدث من عنف. ايا كان الامر، انا الفكره ذاتها الحقيقه انا لا احبذها. في دوله كبيره زي مصر لا يمكن ان يستعان بجهه خاصه لتتولى مهمه كبيره زي مهمه امن الوطن وامن الجامعات، لان الجامعات من اقليم الدوله محتاجه الى الحمايه الامنيه لجهه خولها الدستور وخولها القانون الاطلاع بهذه المهمه، ولا الامكانيات القانونيه والامكانيات الفنيه والماديه في ان تتولى هذه المهمه. يعني المفروض كان اولى ان احنا ندعم وزاره الداخليه بالافراد وبالاساتذه وبالامكانيات الفنيه افضل من هذا بكثير. دي وجهه نظر قد اكون مختلف فيها. يعني حضرتك خليك معايا دكتور محمود، وهنستمع على تعليق سياده اللواء محمد الشنابي على كلام حضرتك، على وجهه نظر حضرتك. اتفضل يا سيدي. عايز حضرتك اوضح بس الدكتور محمود حاجه، احنا مسؤولين عن تامين البوابات فقط وليس تامين الحرم الجامعي. احنا مسؤولين عن ان احنا نامن البوابات ونسيطر على عمليه الدخول للمصرح لهم بالدخول فقط، ونتاكد من خلوهم من اي اسلحه او اي حاجه ممكن تاثر على الدارسين داخل الحرم. طيب الجامعي. النهارده حصل اقتحام جماعي لبعض البوابات وانهيار ليها، بما يؤكد ان يعني لم تتم هذه المهمه حضرتك تتحدث عنها بنجاح. ما انا اقول لحضرتك الاقتحام الجماعي تم اقتحام البوابه الرئيسيه اللي هي بوابه المترو لجامعه القاهره. اقتحامها بالتكدس، وانت عارف حضرتك لما تكون مجموعه كبيره وتتكاتف وتزق كسروا البوابه وبالتالي دخلوا على المعدات. حضرتك وعشان كده انا بقول لحضرتك احنا منبهين بضبط النفس لان احنا بنتعامل مع طلاب. فبالتالي لما يحدث اشتباك وبالتالي سابوهم ان هم يكسروا المعدات اولى من ان هو يحصل خسائر او جروح في اي من الطلاب. طب انا هرجع تاني لدكتور محمود كوبيش، بسال حضرتك دكتور محمود، هل لو كانت الداخليه زي ما حضرتك اشرت هي اللي كانت تتولى تامين الجامعه، هل ده كان هيمنع هذا المشهد اللي حصل النهارده في تقدير حضرتك؟ المفروض يا فندم يمنعه، طبعا احترامي لسياده اللواء تماما، لكن اللي انا عايز اقوله انه ما هي المداخل هي المشكله. المداخل اللي محتاجه يعني اساسا تامين من قوات مدربه ولديها الامكانيات القانونيه والتعامل، لانه المساله مش سهله، محتاجه قدره على التعامل وايضا
أن يكون القانون مع في التعامل مع الأفراد أيا كان ما يترتب على ذلك طالما أن التعامل يتم بطريقة قانونية. طب يعني إذا أراد البعض أن يتحدى القانون، يعني في نية كانت للاقتحام وكان ممكن أن يحدث اشتباك هنا مع رجال وزارة الداخلية وكان ممكن يحدث مزيد من الاحتقان واتهام للشرطة بأنها بتتعمد إيقاع خسائر وما حدث كله. يا أستاذ منى اتفضل. يا أستاذ منى احنا مش هنتوقف دائما عن خشية اتهام رجال الشرطة ورجال الشرطة تخوفهم من اتهامهم، دي مهمتهم معلش واحنا عارفين تضحياتهم، ولكن لابد أن ندعمهم بالإمكانيات سواء القانونية وهم مدعمين بيها في الدستور وفي القانون، هذا حقهم وهذا التزام عليهم في نفس الوقت. لازم الدولة تدعمهم بالعتاد وبالأفراد الكافيين، وهم لهم هيبة خاصة يا فندم. وزارة الداخلية ورجال الداخلية لها هيبة خاصة. جميل، لكن البعض بيحاول أن يكسر هذه الهيبة تماما ويثبت أنها غير موجودة، وبالتالي كان ممكن يبقى في مزيد من التحدي. لا ما احنا مع مزيد، انت تتذكري حضرتك لما تم اقتحام كليه الحقوق في العام الماضي. نعم. وكانت المساله يعني في غايه الفوضى، وفي اليوم اللي جاءت فيه مدرعتان من وزاره الداخليه وتمركزت على ابواب الجامعه لم يحاول احد، مجرد محاوله انه يبدا مظاهره مره اخرى، واستمر هذا الوضع الى ان انسحبت هذه القوات. عادت الامور مره اخرى. احنا محتاجين هيبه الدوله ما تكونش مع احترامي ومع امكانيات شركه فالكون، ولكن هي مجالها مختلف تماما. انا محتاج هيبه الدوله تتمثل فقط في الجهه المخونه في الدستور وفي القانون الاطلاع بهذه المهمه. اذا كانت هذه الجهه محتاجه الى امكانيات اضافيه، محتاجه الى افراد، محتاجة إلى تدعيم، أنا عارف إن هم مبعثرة قواتهم يمينا وشمالا نتيجة العمليات الإرهابية هنا وهناك، لكن دي مهمتنا إحنا بقى كدولة إن إحنا ندعم هذه القوة، وإحنا قلنا الكلام ده من زمان. طب انا عايزه اسال حضرتك دكتور، يعني وزير التعليم العالي اصدر تصريحات قبل قليل قال ان الطلبه، وزاره التعليم العالي قالت ان الطلبه اللي عملوا هذه الاعمال تم تصويرهم وان هيكون في اجراءات حاسمه. من الناحيه القانونيه ايه الاجراءات اللي المفترض ان هيتم اتخاذها تجاه هؤلاء الافراد، وهل المساله مساله قانونيه فقط ولا ممكن نكون محتاجين معالجه مختلفه عن المعالجه الامنيه فيما يتعلق بملف الطلاب، يعني اذا افترضنا ان بعض الموجودين ما كانوش فقط طلاب جماعه الاخوان المسلمين؟ لا هو طبعا استاذ منى لازم نفرق بين امرين، قبل ارتكاب الجريمه المعالجه التوعيه يعني بيان حقائق الامور الى غير ذلك، هذا امر يجب يعني الا نتوقف عن طرق مختلفه. اما اذا ارتكبت الجريمه، وما تم اليوم وجريمه بكل المعاني، اذا ارتكبت الجريمه فلا مجال اطلاقا لاتخاذ الاجراءات القانونيه في مواجهه الجريمه. الإجراءات القانونية سواء تمثلت في تعامل جنائي من خلال النيابة العامة ضبط هؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة وتولي أمرهم بهذا الشأن، أو اتخاذ الإجراءات التأديبية داخل الجامعة، اللي أنا أخشاه بأمانة شديدة إنه عدم تواجد القوات الداخلية في ذات اللحظة يترتب عليه إيه؟ لو متواجدة تستطيع أو المفروض إن هي تستطيع ضبط الأشخاص حالة كبيرة من وقائع. فهنا نتجنب ان احنا نضبط اشخاص لم يشاركوا لمجرد انه في تحريات او في شبهات او ما الى ذلك. وده يعني حضرتك بتطالب بان وزاره الداخليه هي التي تكون موجوده عند بوابات الجامعه، ترى ان هذا يعيد هيبتها وفي نفس الوقت يضمن سرعه القبض على اي حد ارتكب اي جرم.